عسلامة. اهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما اتكلم في موضوع النهارده، طبعا ملاحظين ان متشيك ولابس شميز وكرافات، وده مش عشان انا قررت ان انا اعمل فيديوهاتي بعد كده وانا شيك، للاسف ما تفتكروش كده، ده عشان اللي انا لابسه ده ليه علاقه بموضوع الفيديو النهارده. وكمان على فكره انا حاطط بارفان ريحته محلاها حلوه جدا طياره على الاخر، اما للاسف انتم مش شامينها، كنت اتمنى يبقى في وسيله ان انا اشممكم كمان الريحه اللي انا البارفان اللي انا حاطه. هنبتدي بقى ونقوله، وهو موضوع الفرح او بالتونسي العرس. عريس يا اخواتي، عريس. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده هي الزغاريت والاغاني. طبعا الزغروطه دي حاجه مهمه جدا في الافراح ومختلفه بين بلد وبلد، وما كنتش متخيل انهم مختلفين، حتى صوت الزغروطه مختلف. لقيت فيديو، بما ان الزغروطه حاجه بناتي شويه ومش هتحبوا ان تسمعوني انا وانا بزغرط، فلقيت فيديو على الانترنت هنشوفه دلوقتي ونرجع تاني. شفتوا في امكانيات وتطور في فيديوهات هتشوفوها ونرجع تاني وكده، لبنت تونسيه او مصريه بزغرته. اتفرجوا وتعالوا. And it's this one. And the Tunisian one is. ورجعنا لكم تاني، وبعد ما سمعنا الزغروطة المصرية والتونسية، في زغروطة جزائرية حاولت الاقيها ما لقيتش صوت ليها، لكن لقيت صوت بيقال ان ده صوت الزغروطة الجزائرية، وانا مش متأكد بعد ما سمعته اذا كان ده صوت زغروطة فرح ولا صوت محاولة اختطاف واحدة وبتصوت عشان خاطر حد ينقذها. هنسمع الصوت وانتوا قولوا لي هل ده مظبوط ولا مش مظبوط. انا مش عارف الصوت بالظبط عامل كده. الله اعلم. اما بالنسبه للاغاني بقى، في مصر في الدخله في الفرح بيعملوا حاجه اسمها زفه، بيقف ناس على يمين واليسار ويعملوا طبله وكده، والناس تزف العريس والعروسه هم داخلين مع بعض هم الاثنين، والناس بتخش بعد كده ترقص معاهم وتحيهم هم داخلين القاعه مع بعض. وساعات الزفه بتبتدي من بيت العريس او بيت العروسه، بتيجي عربيات كتير جدا، كرايب كتير بتاعت العائله كلها 50 كرابه، يجوا تحت البيت ويتحركوا كلهم مع بعض وهم رايحين الفرح. طبعا العربيات دي بتوقف الطريق، وبيبقى كل الناس اللي حواليهم بيشتموهم عشان خاطر هم قفلوا السكه تماما، لكن هو في قمة السعادة وبيرقصوا وبيشتحوا، هما بي 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 بكل فرحان وبيغني، لكن للأسف الشارع كله بيبقاش فرحان، بيبقى بيلعن اليوم اللي الاتنين دول قرروا هم يبتدوا حياتهم اليوم ده بالذات، لأن دايما الأفراح بتبقى يوم الخميس كمان خصوصا في مصر، والخميس ده أكتر يوم زحمة، فإحنا كمان بنزحم الدنيا أكتر بإن إحنا خلينا الأفراح كلها يوم الخميس. بعد ما بيخشوا في مصر بعد الزفة يخشوا القاعة، بيعملوا حاجة اسمها بيخش العريس والعروسة مع بعض، بيعملوا حاجة اسمها الفيرست دانس، بيختاروا أغنية سلو بيرقصوا عليها مع بعض سلو، وبعد كده في السكند دانس، بيجي كل الكوبل اللي مع بعض في الحاضرين العرس مع كل عريس وكل واحد اتنين متجوزين مخطوبين بيجوا يرقصوا مع بعض مع عريس وعروسة، وبعدين يبتدي الدي جي يعمل أغاني، وده عادة التراديشنال أو الفرح العادي الطبيعي بين غير الأفراح الشعبية اللي بتبقى معمولة في حاجة اسمها صوان، بيتبني صوان كامل وبيعملوا الفرح الشعبي جوه الصوان ده. ده بالنسبة لمصر والدي جي أكتر. في الجزائر بيعملوا حاجة اسمها الآلي، في فرقة هي اللي بتعزف اللي هم الآلي دول، وفي تونس الفرقة دي اسمها العوادة. ساعات الناس دول بيعملوا أغاني تراديشنال أكتر، أغاني من التراث أكتر، وبتبقى أغاني قديمة، والناس دي بيبقوا عادة بيبقوا فرقة أربعة أو خمس أشخاص، وساعات بيبقى في شخص واحد بس على أورج، الشخص بيبقى هو المغني وهو الملحن وهو العازف وهو اللي بيحرك الدنيا، هو اللي بيعمل كل حاجة، شخص واحد هو عبارة عن الفرقة كلها، هي الشخص ده هو اللي بيقوم بهذه المهمة. في الدخله بتاعت الفرح في مكان زي صفاقس مثلا عندهم اغنيه معروفه او موسيقى معروفه اسمها المارش او المارشه، وفي تونس مثلا في البدايه بيعملوا حاجه اسمها التعليله، وفي الاخر بيعملوا حاجه اسمها يا ديني محلالي فرحه او لا اله الا الله، ده في اخر الفرح. وفي الجزائر بيعملوا حاجه في الاخر معبره جدا، بيعملوا اغنيه اسمها تبقاوا على خير، يعني تصبحوا على خير، من الاخر عشان يقولوا للناس يلا اتفضلوا مع الف سلامه، بدل ما يقولوا اتفضلوا من غير مطرود بيقولوا لهم اغنيه تصبحوا على خير او تبقاوا على خير. وده بالنسبه لموضوع الزغاريد والاغاني. نتكلم على موضوع الرقص. الرقص بيختلف ومبتكر في كل دولة عربية، وطبعا الرقص ده حاجة مشهورة جدا جدا جدا، مشهور بيها الوطن العربي كله. هنتكلم على الشباب، رقص الشباب عموما، كل شباب لاحظت فيه حركة معينة بتتكرر وحركة مميزة لكل دولة. هتكلم بس عن الحركة دي، وهستعين بموسيقى من البلد دي عشان تعبر معايا عن الحركة دي. طيب بالنسبة لمصر بيبقى الحركة هعملها موسيقى مهرجانات، وبتبقى الحركة كالتالي مع الموسيقى الآتية. ده بالنسبة للمصريين. بالنسبة للتوانسة بيعملوا حركة أنا بسميها حركة الضايع منه حاجة، حد ضايع منه حاجة وبيدوروا عليها، فهنعمل الحركة مع الموسيقى الآتية. يا
بس بتلاقي حركة ايد عاملة كده بتتمايل مع نظرة لتحت للأرض وهو بيدور على حاجة، انت مش فاهم في حاجة ضايعة في ايه بالظبط بيحصل، لكن هي دي الحركة التونسية بتاعت الشاب التونسي الأكتر. الحركة بالنسبة للشاب الجزائري انا مسميها حركة البازوكا، وهي نتفرج عليها مع الموسيقى الآتية. انا مش متاكد اذا كان ده مظبوط 100% بس الحركه بتبقى كده بالظبط، وده بالنسبه لرقصات الشباب في الاعراس. تمام، الموضوع اللي بعده هو الايام اللي ما قبل العرس. قبل يوم العرس نفسه اللي هو الدخله ويوم الفرح بيبقى فيه ايام مميزه موجوده في كل الدول. الايام دي منها مثلا يوم الخطوبه اللي هم بيجي عيله العريس عشان يتقدموا للعروسه. في مصر مثلا اليوم ده بنقدم فيه شربات، مشروب مشهور جدا لونه احمر، مشهور جدا مشروب الشربات ده. في الجزائر مثلا بيعملوا اغنيه مشهوره اللي اسمها رانا جيناك، احنا جينالك يعني كده، وبيقدموا خاتم الام العريس بتقدم للعروسه حاجه اسمها التملاك الجزائري، وده خاتم بيقدموه في يوم الخطوبة. برضو يوم مميز هو يوم الحنة، وفي حنة للعريس وفي حنة للعروسة، في ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده، والحنة في تونس اسمها الحرقوس، الحرقوس ده الحنة التونسية. برضو في حاجة في الجزائر معروفة جدا 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 وهي اسمها التعليلة الجزائرية، ودي مكونة من بيت وصياح. في وقت في واحد بيغني حاجة بلحن معين وكلمات معينة بيبقى فيه بيت شعري وبعديه صياح اللي هو الزغروتة، يبقى بيت وبعديه زغروتة، بيت وبعديه زغروتة. والبيت والصياح أو التعليلة دي من أشهر، أو بيسموها كمان التقدام، وده من أشهر الحاجات الموجودة في الجزائر ومميزة بيها جدا جدا. غير اليوم ده كمان يوم الخطوبة يوم الحنة، في يوم كمان الحمام، العروسة بتروح الحمام وتقعد فيه وتثبت نفسها، والحمام من أشهر حمامات، الحمام المغربي والحمام التونسي كمان من أشهر الأيام. في يوم كمان اسمه في تونس يوم اللوطية، اللوطية ده العروسة بتجمع صحباتها كلهم مع العيلة وبتلبس اللبس التونسي، وهنتكلم على اللبس قدام في شوية كمان، وبتلبس اللي بتقعد تحتفل معاهم مع العيلة وبيقدموا عشاء والناس كلها بتقعد مع بعض. يوم اللوطية ده بيبقى يوم الناس كلها تجمع مع بعض. برضو من الأيام التانية في يوم اللي هو كتب الكتاب، في مصر بيعملوا في قاعة تبع الجامعة بيروحوا ويكتبوا الكتاب، ده هو بيبقى يوم قبل الدخلة، وفي تونس بيسموه كتبان الصداق اللي هو بيتعمل في البلدية، ودي عبارة عن الأيام اللي بتبقى مميزة قبل العرس. الحاجة اللي بعد كده هي اللبس. اللبس في العرس بيختلف من مكان لمكان. في مصر في العادة بيلبسوا الفستان الأبيض بتاع الفرح الطبيعي، ده أغلب الأماكن العادية بيلبسوا الفستان التقليدي بتاع الفرح. في الجزائر بيلبسوا حاجة اسمها التصديرة، والتصديرة دي بتختلف حسب المكان اللي جاية منه العروسة، في كذا تصديرة من حسب المكان اللي جاية منه والمدينة اللي جاية منها. يعني في تصديرة من اسمها بتبقى اسمها الكراكو أو الجبة أو الملحفة، على حسب هي جاية من قسنطيني ولا ستايفي ولا عاصمي ولا شاوي ولا وهراء ولا من وهران ولا من تلمساني ولا قبالي، على حسب المكان ده بتيجي منه التصديرة، بيبقى ليها شكل مختلف حسب هي. في صور ممكن تطلع غالبا هتطلع من هنا او هتطلع من هنا، مش متاكد بس هي هتطلع لانه انا بحاول اتطور في تقديم الحاجه، فالصور دي تعبر عن اشكال تصديره المختلفه. وساعات في العرس هي بتلبس العروسه بتلبس كذا تصديره عشان تعبر عن الاماكن المختلفه في الجزائر، بتغير تصديره كل 45 دقيقه، كل 45 دقيقه تقوم داخله تلبس نوع تصديره مختلفه، وحسب نوع التصديره اللي هي تلبسها من المكان دي الناس اللي في العرس والناس اللي حواليها بيغيروا هما كمان لبسهم. يعني الناس تقريبا كل واحد بيبقى جاي العرس معاه شنطه فيها حوالي 7-8 أطقم مختلفة عشان يغيرهم على مدار الوقت، لأن العرس الجزائري من واحد صاحبي قال يبتدي الساعة 3 الظهر يخلص الساعة 1 في الليل، فعندهم وقت كافي إن هم كل 45 دقيقة يغيروا الحاجات اللي هم لابسينها. في تونس العروسة في العاصمة في حاجة تراديشنال بيلبسوها اللي هي اسمها فوطة وبلوزة، فوطة وبلوزة، وبرده الصورة غالبا هتطلع طلعت هنا. أوكي، الفوطة وبلوزة بتلبس معها حاجة اسمها مريول فضيلة والكسوة أو الكبوس الغالق. برضه في اماكن بتلبس فيها حاجات مختلفه شويه زي مكان في سوسه، سوسه بتلبس لبسه مربعه كبيره جدا، وفي واحده من سوسه نساء قالت لي لما جت تشرحيها قلت لها شبه ايه، قالت لي عامله زي سبونج بوب كده، فهي بتلبس بتاعه كده مربعه كبيره لونها اصفر وبتبقى رزينه جدا يعني تقيله جدا، وبترقص بيها راسها زي الروبوت، بتبقى واقفه هي اصلا مش قادره تتحرك لان هي تقيله جدا وهي لابساها، فتبقى واقفه فيها زي الصندوق كده بترقص زي تشطح زي الروبوت كده. وده بالنسبه لانواع الملابس المختلفه اللي بتلبس في العرس. دي هي الاكل.
طبعا الاكل زي ما قلت في مصر بيبقى فيه اوبن بوفيه، او بيبقى فيه وقت العرس نفس وقت الفرح، بياكلوا وبيحلوا وبيعملوا كل حاجه. في تونس عاده الاكل بيبقى قبل الفرح، ويوم الفرح نفسه ما بيقدموش غير الحلو. وانا بتضايق جدا من اي حد تونسي يعزمني على يوم العرس نفسه من غير ما يعزمني على اليوم اللي كان فيه الاكل. ارجوك اكلني وبعدين عزمني اخد الحلو، ما تعزمنيش بس على الحلو. لكن يوم الحلو ده في حاجات كتير بتقدم، لكن اهم حاجه بتقدم هي البقلاوه، البقلاوه التونسيه، ودي صوره ليها برضو. البقلاوه التونسيه حلوه جدا، وبالذات بتقدم في وقت الافراح، ومن كتر ما هي حلوه الستات عاده بياخدوها معاهم، يهزوها يعني ياخدوها معاهم للدار للبيت، يا اما في سيكان في اكياس، يا اما بيقعدوا في الواحده كده في الخباسه تاخد لها بتاعه وتقعد تعبي من البقلاوه بتاعه العرس وتاخدها معاها. الهدايا اللي بيقدمها عريس العروسه او الهدايا اللي بتقدم في حاجات مميزه جدا، ساعات بيقدموا حاجه اسمها غرباله ذهب، وساعات بيقدموا خلخال بورتلين، وساعات بيقدموا قفه مليانه هدايا وبارفان وهدوم وحاجات كتير بيقدموها للعروسه، وساعات العريس والعروسه بالناس نفسها عشان يساعدوهم بيرموا عليهم فلوس، يقعدوا يرموا عليهم فلوس عشان خاطر هم ياخدوها يجيبوا هدايا. ودي حاجات من انواع الهدايا المختلفة، الحاجات المختلفة اللي بتتعمل. في تونس في مثل بيقول كل بلاد ورطالها، يعني معناه ان كل مكان ليه الحاجة المميزة بتاعته، والعادات والتقاليد مختلفة من مكان لمكان. حتى جوه البلد بتلاقي المدن كتير جدا، وكل مدينة ليها حاجة بتاعتها. من الحاجات المميزة مثلا نتكلم فيها في صفاقس، في صفاقس مثلا بيعملوا حاجة اسمها الجلوة او الوصف، ودي مزيكا معينة بتشتغل، وتبقى الست او العروسة واقفة في النص، والناس كلها حواليها بيعملوا وصف، بيقعدوا يوصفوها ويقولوا عليها كلام محلاه وكلام جميل، بيوصفوها بحاجات، يعني مثلا يقولوا لها عينها وفمها ضحكتها لامها، حاجات حلوه كده بيحكوها عنها. وبرضه في صفاقس من الحاجات المميزه جدا بيعملوا حاجه اسمها تنجيزه الحوت، تنجيزه يعني نطه، نطه الحوت. نطه الحوت يعني ايه؟ بيجيبوا حوت، هي زي ما اسمها بيقول بالظبط، نط حوت، والعروسه بتيجي، العريس بيمسكها وبتقعد تنط تنجز فوق الحوت 7 مرات. مش عارف ايه السبب بتاع الموضوع ده، يا ريت حد من صفاقس يقول لنا، بس هي فيه اسمها مشهوره جدا واسمها تنجيز الحوت، وبيغنوا اغنيه بيقولوا دوري دوري حوته بوري، دوري دوري حوته بوري. هنا عند البدو مثلا بيقدموا قصاع كسكسي، قصاع طبق كبير جدا مليان كسكسي، الناس كلها تاكل مع بعض، وبيقدموا معاه عصير اسمه عصير اللاجمي. وفي عند البدو برضو عاده كده ناس بتعملها لسه متمسكه بيها لحد دلوقتي، ان العريس بيجي على حصان ويخش جوه بيت، يكون جوه البيت ده 2 ستات، واحده فيهم هي عروسته وواحده فيهم مش عروسته، والاثنين مغطين نفسهم تماما مش باين منهم اي حاجه، والعريس المفروض يعرف مين هي عروسته باحساسه، ويعرف من غير ما يكون شافها هي مين. طبعا يا ويلو يا سواد ليلو لو ما عرفش هي مين فيهم. برضو في اماكن تانية زي الجسرين بيقولوا ان لحد دلوقتي متمسكين بتقاليد عريقه وقديمه، ان الشيوخ اللي بتوع العائله نفسهم الناس الكبار هم اللي بيروحوا يتقدموا بالنيابه عن العريس، بيروحوا يتقدموا العروسه، بيروحوا لعائله العروسه، وكمان الستات بيروحوا يشوفوا العروسه ويشيكوا ان هي تمام وكله كويس. ده بالنسبه للجسرين. في المهديه بيقولوا ان هم بيعملوا فستان العروسه او دعم، بيستخدموا حاجه اسمها الفضه والحرير، بيستخدموا الفضه والحرير في ملابس العروسه، بيعملوها كلها من الفضه والحرير. في جربه مثلا بيقولوا ان العروسه بتقعد في دارهم شهر كامل ما تخرجش منه، حد يشوفها بتوضب نفسها وتبقى في احسن صوره ممكنه، وتاخد بالها من نفسها بالكده عشان خاطر قبل ما يشوفها العريس، وبعدين بتلبس حاجه اسمها الحرام، ده حاجه بتبقى مغطيها كلها بس مش باين منها غير عين واحده اكهو. وبعدين لما بتيجي تخرج من الدار بتخرج بتقعد في مكعب كبير كده زي المكعبات بتاعت الملوك زمان، ويحطوها فوق الجمل وتقعد فوق العربية دي وتطلع منها. من بعد ما خلصنا احب اقول لكم يا جماعة اهتموا جدا بيوم الفرح، واهتموا جدا بيوم العرس، اليوم ده مهم جدا، لكن ما تبالغوش فيه، اهتموا بالعادات والتقاليد وكل حاجه، لكن مش لازم مبالغات في اليوم ده. دايما الناس لازم اللي هيحضروا مهما كان مش ترضيهم كلهم، وعلى زي ما بيقول في تونس بيقولوا الناس دايما بتقطع وتريش، قطع وتريش، يعني تقعد مش هيجيبهم حاجه، هتجيب لهم اكل لك ما جابوش سيمون في مي، ازاي ما جابوش سيمون في مي، ايه ده الفستان بتاع العروسه شايف عامل ازاي، ايه ده هي عملت شعرها عند مين، انا مش عارف شايف ايه، ايه ده هو ازاي ما جوش سلموا علينا دول متاخرين او دايما يا جماعه هتلاقوا الناس معترضه ومش عاجبها حاجة. اعملوا الحاجة اللي ترضيكم، اعملوا الحاجة اللي تبسطكم انتوا مش اي حد تاني، وما تسخروش كاهر الولد بمتطلبات كتير وحاجة كتير. انا كل ما عدلك ابتدي على فكرة بتاع من بنات ومن الانترنت، الولد مش قادرين يتكلموا، اي واحد اتجوز او هيتجوز مش قادر حتى يفتح بقه يا جماعة، الولاد مش عايزين حاجة وتعبوا واتهتكوا على رأي واحد من اللي قال لي. وعايز اقول لكم بس معلومة، الولاد ما بيهمهمش الحاجات دي كلها، المهم ما بعد العرس. ولو جيت لاي ولد في اي عرس وسالته انت حاسس بايه دلوقتي او بتفكر في ايه دلوقتي في اي وقت من وقت العرس، مش هيرد عليك غير بحاجه واحده بس، هو احنا نروح امتى؟ بسلام.